لا خيار لنا سوى اننا نضحك على هذا البقر والبغال تاعنا، انهم دايرين الزريبه نتاعهم، الكوري نتاعهم دايرين دايرين. بل حسن الثاني حسن العلاقات تاعو مع ايران وجلب الحرس الثوري وداروا عنه. فيما يخص الرئيس الفرنسي، السلام عليكم. شكرا للناس اللي كتعمل لايك، مرحبا بالناس جديده تشارك، وما تنساش تعمل ابوني. مصطفى بونيتي معيتهم المغاربه كيقول لهم الحمره والبعره، وكاين معيتهم بالالفاظ الموسيقى، وكيقول بان الملك الراحل الحسن الثاني هو اللي خلق التشيع، هو اللي عمل التشيع. خوتي الاباطره، وصلوا الفيديو من 2000 لايك، عارفكم قادرين ليها، قادرين توصلوها، قادرين تفوتوها. ما بغيتوش تحشموا، ما بغيتوش تنعلوا الشيطان، ما بغيتوش تفهموا بلي هذا الملف تاع الصحراء المغربيه خلاص انتهى. بلادهم يا سيدي، هذه بلادهم، هذه بلادهم. حنا الصحراء تاعنا فيها 2 مليون كيلومتر كاري، واش درتوا فيها؟ واش درتوا فيها انتوما؟ مخلاف انكم تجبدوا الخيرات نتاع بلادها نتاع بلادنا وترسلوها للخارج، واش درتوا شبابنا ومواطنينا في الجنوب الجزائري في الصحراء؟ واش دخلكم انتوما في الصحراء المغربيه؟ واش دخلكم انتوما في 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 بلد الجار؟ علاش باغيين تقسموه؟ يا نكارين الخير، يا نكارين الخير. بصح مازال تخلصوا، مازال تخلصوا، مازال تخلصوا على الامانه. شكرا، شكرا لك على كلمة الحق، الله يحفظك ويطول عمرك اخي الفاضل، شكرا جزيلا. وحنا ماشي ضد الجزائر الاحرار. هادي نتائج تربية الملوك والمغاربة فيما مشاو هازين بالراية المغرب، وفيما مشاو محترمين راسهم وعز الولاد بلادي رافعين الراية المغرب فيما مشاو. قرار سحب السفير الجزائري من العاصمة باريس، دوك تما سحب السفير الجزائري من العاصمة باريس اليوم بسبب تصريحات انه الصحراء المغربية والصحراء الغربية و ما على باليش حكايات هذوك والالعاب الاولمبيه. يدير قرار كيما هذا تغلق تقفل العلاقات الدبلوماسيه، فمن تجي؟ تجي في الزوالي هذاك اللي يجي يداوي في فرنسا باطل. اه وليدي ما تخاف على على بلاصتك، انت فرنسي وعندك جنسيه فرنسيه وامك في الجزائر ما تقطعش عليك وليدي الكاس. اي صحيح ما تخافش، اي عيش ليا مرتاح مع راسك. والشحراء، والشحراء الشرقيه حتى هي مغربيه ومازال في الطريق ان شاء الله. فيما يخص الرئيس الفرنسي ما نجاوبوش. ربي ربي با عند المجيد لامازو، إلا راسي قطع عليها الغاز والبترول. تشيعت الجزائر مع ايران وحنا رانا نضحكوا، يعني حنا رانا نشوفوا التحليلات السياسيه، التحاليل تاعهم السياسيه ونضحكوا، يعني ما عندناش لا خيار لنا سوى اننا نضحك على هذا البقر والبغال اللي ربي ابتلانا، انهم دايرين الزريبه نتاعهم، الكوري نتاعهم دايرين دايرين وعدنا من الناحيه الغربيه. ثم يا وجوه البر يا الزوايل يا الهوايش يا الحشرات تاع بوسبير، ثم في الفتره اللي كانت الجزائر قاطعه العلاقات الدبلوماسيه مع ايران، يبقى الحسن الثاني حسن العلاقات تاعو مع ايران وجلب الحرس الثوري وداروا على الحدود عندنا هنايا. راجعوا التاريخ تاعكم يا بقر، راجعوا التاريخ تاعكم يا بقر قبل ما تجوا تتكلموا انتم على سيادتكم الجزائر. الجزائر ماهيش بلد تابع ولا بلد دولة وظيفية، يعني جابها هكذاك الصدفة حطتها. ماناش طوالات تاع افريقيا اللي جاية في الغرب من هيه اللي يجيبوا بها، احنا ماهيش هكذاك هذا ابدا. اولا الوالد اللي كيخوي فيه كل شيء هو الجزائر، وتا شي واحد في افريقيا ما كيحمي الجزائر، العالم كامل تا واحد ما بقى كيبغي يجي للجزائر. ما نقول لكم لا حمرة لا بعرة لا والو، انت جاهل. التربية ديال العسكر، حنا التربية ديال الملوك كنجاوبوا في الميدان ماشي بلا 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 في مواقع التواصل ونطيحوا الهض. انتم ماشي عندكم مع التشيع وصافي، انتم راه عندكم الكفر والأئمة ديالكم اللي كيقول النبي، هذي كيقول مهدي منتظر، اللي كل واحد شنو كيقول. بالعيون أعطيت انطلاقة أشغال إنجاز أطول جسر في المغرب على وادي السقية الحمراء شمال المدينة بطول يقارب 1700 متر. هذا الجسر الذي يدخل ضمن مشروع الطريق السريع تيزنيت الداخلة من شأنه
وخطأ زخم اقتصادي وسياحي للمنطقة وتخفيف الضغط على مدينة العيون وتسهيل حركة النقل على الصعيدين الوطني والدولي. أطول جسر يزدك في القارة الإفريقية في الصحراء المغربية، وهي ساهلة القافلة تسير والكلاب تنبح. أكمل على النبيح ديالكم. تكون أمة جزائرية ودولة جزائرية قبل ما ندخلوا لفرنسا، سحبتي السفير وعاود رديتيه بلا ما طلب منك الاعتذار، وعاود سحبتي السفير لما دخلوا عندك المخابرات الفرنسية وسط الجزائر وخرجوا لك أميرة براوي، ورديتي السفير بلا ما طلب منك الاعتذار كما درتيها مع اسبانيا، وما طلب منك حتى شي حد الاعتذار. دابا لا، قطع العلاقات، العلاقات وقطع الغاز هو علاش داير الفيلم، عارفين بانه تبون والنظام الجزائري ما يقدوش، حيت الامور ماشي بيديهم، ما يقدوش يقطعوا الغاز على فرنسا. والايام بيننا، هذا تحدي مرفوع. اذا قطعت الجزائر علاقاتها الاقتصاديه مع فرنسا، غنعرف الجزائر شي كوره والنظام الجزائري شي كور. واذا قطعت الجزائر الغاز على فرنسا، غنعرفهم رجال شي كورة. ولكن إذا لم تقطع علاقاتها ولم تقطع الغاز، ياك هما اللي كيبدوا الغاز لفرنسا، وتحلى ونعرف الجزائر المبادئ وجنانفو عليها كما قالوا خوتنا، جنانفو ماشي جمونفو، جنانفو عليها. إذا كانت القضية فيها الفلوس، أنا أعرف بأنه الجزائر شي كرة. أشياء ما بغيتي مسحوها من الكرة الأرضية، ما تبقاش شي حاجة اسم الجزائر على الكرة الأرضية، أو لاشين واش بغيتيهم يقطعوا الغاز على ماماهم اللي غير شرعية؟ هما أصلا أبارتومو فرنسي، يعني ولاية فرنسية ماشي دولة ولا جمهورية. واش باغي ماماك فرنسا تحيدك من الحالة المدنية تمسحك من القارة؟ أهلا بكم. بعث حوالي 30 من البرلمانيين واللوردات البريطانيين اليوم رسالة إلى وزير الشؤون الخارجية ديفيد كامرون، دعوا فيها في مبادرة ثنائية حزبية الحكومة البريطانية إلى دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي رسميا ودون تأخير، باعتباره الحل الوحيد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وشدد النواب وأعضاء مجلس اللوردات على أن مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب للصحراء، بالإضافة إلى كونها المسار الأكثر براغماتية، فإنها تحترم التقاليد المحلية والتطلعات الديمقراطية وتوفر حلا قابلا للتطبيق لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين. على حسب ما سمعنا بأن بريطانيا حتى هي قررت أنها تعترف مغربية الصحراء. طف نكذب، راه القرار الرسمي راه خرج، عيب باقي ما تداولش في مواقع التواصل الاجتماعي. السلام عليكم. قالك فرنسا اعترفت بالحكم الذاتي للمغرب على الصحراء الغربية، وراكم جماعة عمي الموسيقى تاع المدار سخنتو لنا الفرفارة باطل يا ودي. كانت بيناتك من كيما هاك، غير النظام تاعنا اللي فيه التغنانت وكذا. يا ودي روحوا شوفوا شو دوروا لينا احنا الشعب اللي نستاهلو، اقربون اولى بالمعروف. راكم كي هذاك البقال اللي فورني على العاشقة ديالي وسامح في مرته وولادو، دوروا لينا. هذا المشكل تاع الصحراء وحق ربي، وكجاعد سياسيين متحناكين في خمس دقائق يحلوا المشكل هذا. نهار اللي المالك تاع المغرب قال يدي ممدوده وذا، كنتوا فما تعرضوه وتجيو تقيموه بزياره ويريحوا على الطبله وتحلوا المشكل هذا. التفريقه هذه وسياسه التغنانت ومن هذه ما تدي حتى جهه، هذه تخدم. هذا جزائري، تحيه للجزائريين الاحرار. الملك المغرب محمد السادس نصره الله عيان ما يقول لكم اجي نتفاهم، انتوما ما بغيتوش، ولا بغيتوا نحلوا الحدود نحل الحدود. عيان ما يقول ولا غالب الا الله. المهم الصحراء مغربيه، المغرب في صحراء والصحراء في مغربيه. الأعمدة الناس كتعملوهم في جنب الطريق في القارة الهكاوية، الناس ديال الهوك عاملينهم في الوسط ديال الطريق. لا غالب إلا الله.
ديما مغر اي وي 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 سمحوا لي على التسلل اليوم. الف الف مبروك لوليدات المغرب في الاولمبياد باريس، تفوق على الشعب العراقي الشقيق بثلاثيه نظيفه 3-0. واخا الشعب العراقي الله يسمح لهم مساكن خرجوا في لي كومونتير يقولوا بانهم غلبوا المنتخب 4-1. تكاو ديال لاباس واقيلا على ما اللي قالوا جبروك شوف فيفا عطاني نكمل عطيتكم ضرب الهين اولا ضرب الهنديه حق عندك ساس ما كامس. وكان معكم محمد العربي في التقديم دائما، وانتظرونا كل من يوم الثلاثاء والخميس والسبت.